اولا زي ما قلت هو ده شيء طبيعي، لانه السلطه الانقلابيه بتقرا من كتاب فقه الاستبداد. نمره اثنين، نحن لا نستبعد ان تتواصل هذه الهجمه وتوجد لها يعني غطاء قانوني اخر وتطال كل الفاعلين، سواء كان في الحريه والتغيير او في رجال المقاومه او في قوى الثوره الاخرى. ولكن نقول بوضوح انه القتل والعدل، طبعا الان موجودين غير هؤلاء الثلاثه اللي ذكرتهم عشرات المعتقلين من منسوبي الاحزاب ومنسوبي قوى منسوبي لجان المقاومه وشباب الثوره عموما، عشرات المعتقلين في الخرطوم وفي الولايات دون اي تهم محدد، يعني اعتقال تعسفي بمعنى الكلمه. انا بقول انه القتل والإرهاب واستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع والاعتقالات والملاحقات والمطاردات وكل أشكال العنف السلطوي لن تزدنا إلا عنفوانا في حراكنا السلمي المطالب بالحياة الكريمة لجماهير شعبنا والماشي عشان يهزم هذا الانقلاب ويستعيد المسار التحول المدني الديمقراطي. وبقول إنه هذه الهجمة التي تطال كل قوى الثورة في لجان المقاومة في أحزاب الحرية والتغيير وفي أحزاب أخرى وكل قوى الثورة الأخرى، هذه الهجمة من عدو واحد ومن سكين واحدة، هي بتطرح أمامنا جميعا كقوى حرية وتغيير وكلجان مقاومة وكشباب ثورة إنه نحن نترفع جميعا عن أي خلافات ثانوية أو هامشية أو تكتيكية وننهض لمقابلة شرط الحسم والنصر في المواجهة مع الانقلاب. الشرط ده هو بسيط للغاية، هو أنه ننتظم جميعا في جبهة موحدة بقيادة تنسيقية واحدة ميدانيا وسياسيا لمواجهة هذا الانقلاب وتشجيعه إلى مسواه الأخير إلى حيث يستحق في مسبرة التاريخ. هذه دعوة لا نمل من تكرارها.